أبكي. واو 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 ما تخيلت. رجعت فلاش باك ذكريات. ما بعرف شو مكتوب بحياتنا. عطول بنحلم أحلام نفسنا نوصلها، وعطول منآمن بفكرة الفشل قبل ما نفكر نعمل الحلم، أو على الأقل إنه نشتغل عليه. نحن دائماً بيكون عنا أماني، دائماً منحب نشتغل، دائماً منحب نوصل لأماكن كتير حلوة بحياتنا، بس نتمنى حدا يعطينا هاي الفرصة لمرة بحياتنا ويخلينا نحقق الحلم تبعنا. منشوف كتير أشخاص بحياتنا موهوبين جداً، عندهم مواهب بتجنن، بس ما حدا عم بيكتشفهم لحتى يوصلوهم للمكان الصحيح اللي ممكن يكونوا موجودين فيه بحياتهم. وما تفكروا بعالمنا الفني كان طريق الوصول سهل، في كتير ناس تعبوا على حالهم مثل مغنيين، أصالة، أحلام، ممثلين، مثلاً يوتيوبرز، نور ستارز، نارين، غيث مروان، بيسان إسماعيل. من طفلة لاجئة بدأت من الصفر، تعبت على حالها، كل اللي كان عندي هو حلم، حلم جداً بسيط. هاي جايز، كيفكم؟ شاء الله تكونوا بخير. أنتوا عم تشوفوا هاي الحلقة، مستغربين من أنا حنين، ورح كون المقدمة الجديدة لبرنامج ما يغلى عليك. كارولين كانت هي اللي بتقدم البرنامج، بس لظروف خاصة اضطرت إنه تترك وأنا كمل بدالة. بعرف إنكم رح تبكوا كتير وتزعلوا، بس لا تزعلوا، أوكي؟ فأنا متحمسة كتير 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 إنه هاي الفرصة إجت لعندي مشان حقق أحلامكم وكمان قابلكم. وقبل ما أبدأ، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتعلقوا تحت وتكتبوا لي أحلامكم، وأهم شي تعملوا اشتراك للقناة. بحلقة اليوم في ضيف كتير موهوب حابب يعمل غنية لإله خاصة، ونحن اليوم رح نحقق له هاي الأمنية. خاف ياخذني السفر، وكمان مجهزين له مفاجأة، فاستنوا لآخر الفيديو لحتى تعرفوا شو هي. جاهزين؟ ليتس جو! ضياء بعت لنا كلمات وألحان الغنية، ونحن شفناهن وانبسطنا كتير لأنه طلع شيء لازم الواحد يشتغل عليه ويحققه، لأنه شيء فيكن تقولوا جوهرة مخباية كانت عنده موهبة بتجنن وكان لازم نعيشها. بعتنا الألحان والكلمات الغنية لاستوديو مانجو جام اللي موجود هون بدبي، وعجبهم كتير الموضوع، وطبعا الاستوديو كتير بروفيشنال بشغلهم. هاي، كيفك؟ شو الأخبار؟ أنا حنين. ضياء. أنا كتير مبسوطة أنك اليوم معنا ضياء، وطبعا مثل ما بتعرف اليوم شو حنعمل؟ حنسجل لك غنية. شكله ناسي شو حصل. اسمي ضياء شلغين، عمري 24 سنة، درست فيزيوثيرابي بسوريا. اكتشفت اني بغني بالمدرسة، كان في مدرسات يكون معنا وقت فراغ اخر شيء، يعني انه مين بيحب يغني، مين عنده موهبة، مين. فاكتشفت انه صوتي جيد، اللي عم يسمعه بيحبه. ما اشتغلت على الموضوع، ما درسته او ما فت فيه اكاديميا، بس مجرد ممارسة يعني. مع الوقت صرت حس اني قادر اوصل شعور لما أكون مبسوط، لما أكون زعلان. حتى الناس اللي دارسي موسيقى بيقولوا لي إنه عندك خامة مميزة. حاولت أشتغل على الموضوع فترة، التزمت بمعهد، صرت أتعلم على العود. ظروف السفر والبلد وإلى آخره ما عاد كفيت، يعني طلعت من سوريا. فلما كبرت شوي طلعت على الجامعة، كمان كنا نقعد بالسكن الجامعي مثلاً نغني غني لنا. فبعد فترة إنه صرت استعمل الفيسبوك، صرت احط على انستغرام، صور مقاطع صغيره. طبعا كثير صعب تطلعي شيء بكواليتي حلوه او كواليتي مقبوله، بتصور بالموبايل او بتصور بسجل بالتليفون. كمان كان عندي تجربه باستديو قبل، عملت كفر لغنيه عن البلد. شو كتر جراحك يا بلادي، شو تحنوا بالدم ايديك. طبعا الموضوع السوشيال ميديا كلنا بنعرف بده استمراريه، بده متابعه، بدك تضلي اكتف على طول. هاي شيء مش موجود عندي. فهون بلش المشوار. حددنا الموعد مع ضياء واجا على الاستوديو وقابل مهندس الصوت، وقعدوا يحكوا مع بعض واتفقوا على جميع التفاصيل اللي ممكن تساعده بانه يعمل الغنيه. بصراحه هاي اول مره بعمل فيها غناي كامله الي، ككتابي كلحن. دائما كنت نزل كفرز، يعني بسمع غناي لفلان بحبها فبسجل منها شيء. سجلنا له الغنية لضياء وكتير حبة، وطبعاً في مفاجأة بآخر الفيديو، مو هلأ لحقلكن ياها، بآخر الفيديو. شكله ناسي شو حصل، بس ما حسبنا حساب، لشو رايح وشو في من ورا، لا
ولا ترمي بلع ليلى تعتب تعب لعتى أبكي كمان واو 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 ما تخيلت غنيت بخاف ياخذني السفر كتبها نواف نواف رفيقي يلا تست نمبر 2 شكله ناسي شو حصل بس ما حسبنا حساب لشو رايح وشو في شو في من ورا الغياب قصتها عن السفر عن السفر وعن الغربة عن عن طبيعة علاقاتك بالناس اللي بتحبيهم واللي بيحبوكي في حال صار في مسافة بينك وبينهم انت سافرتي او هني سافروا لشو رايح وشو في نزلت في الصوت القوة تبع الصوت خليك بريزنت حتى خليك على نفس الاحساس نفس كل شيء بس طلع صوتك خليه يطلع شوي طلع صوته بجنن ما كنت متوقعه شيء ممكن يعني بخليك تفكري انه استغلي وقتك اللي موجودي فيه بالبلد انبسطي اطلعي شوفي رفقات قضي وقت مع اهلك اكثر كأنه راحوا ما سأل وننده ما يجاوب سؤال كيفك بالبعد عني أخبارك وكيف الحال الله يعطيك العافية في مقطع بالغنية صراحة كتير أثر فيني بيقول فيه بعيد وما طلعت مني شو طيفك خطر عالباب هي الجملة بهدية لحبيبتي سوريا صلي أكثر من 13 سنة مو شايفتها رجعت فلاش باك ذكريات وقصص فتذكرت جدي وستي وأهلي وكيف كنا هيك عايشين ومرتاحين بسوريا وبعدين بعد ما صارت الحرب هيك كلنا تفرقنا بخاف ياخدني السفر تدبلوا رأيي تبقى من أيامي صور علقها بوابي شو بخاف ياخدني السفر وتدبلوا رأيي تبقى من أيامي صور علقها بعد شغل كتير وتعب وإنتاج مهندس الصوت طلع بأحلى غنية بتخص ضياء تجربة بالاستوديو كانت مختلفة جداً خصوصي مع التصوير لأنه كان في شوية توتر كونه أول مرة بصور شيء أو بكون بهيك جو كنت مفكر أنه تسجيل الغناي أنه بس رح يعطوني التسجيل يعني باخذ تسجيل حلو محترم في ينشره في يستعمله المفاجأة هي خبروني بعدين انه رح يعملوا له فيديو كليب للغناية فانه انبسطت انه اول غناية لي بسجلها وصورها حنصور له فيديو كليب للغنية كيفك بالبعد عني واخيرا صار في يعني احكي مثل اي حدا مشهور او اي حدا بغني انه استنوا غنايتي الجديدة على قناة مزاج وان شاء الله تعجبكم وبتمنى تعجبكم بعرف احكي يمكن ما غنيت اللي حسيته طلع يمكن غنيت اي حدا مسافر او بعيد عن عيلته عن رفقاته عن بخاف انه هل ممكن يرجع هل ممكن تتغير علاقته معهم هل ممكن يضلوا متذكرين ورفقاته فيك تعتبريها لحبيب كمان انه يا هل ترى رح يتغير معي بس يصير في مسافة رح نختلف رح نفترق ما بعرف شو مكتوب شو كان السبب وعمين العتب شو هالجفا بحدود بيني وبينك شو كتب عن حياتي هاد أحلى مقطع حبيتي أنت هاد أكثر مقطع الله يعطيك ألف عافية حلوة والله
بما انه هلا سمعت الغنيه تمام، شو رايك بالغنيه؟ كيف شايف ال كاملة بالنسبه لي؟ دائما امنوا بشيء اسمه حلم، امنوا بالامنيه اللي انتم بدكم تحققوها، ما تحسوها صعبه، اركضوا وراها، انجزوا. اللي تعلمته من هاي التجربه مثل شيء لإلي، فعلا شيء لإلي بيقول لي انه خذ اول خطوه، انه في كثير شغلات بالحياه بتصير بحياه اي حدا مش بس معي بيتردد، اعمل اول خطوه وسيبها على الله على قولتكم. وبما انه انا مقدمه برنامج ما يغلى عليك دائما عم استنى تعليقاتكم تحت الفيديو مشان كمان انا اساعدكم بتحقيق هذا الحلم، واشتركوا بقناه مزاج وبشوفكم بالحلقات الجاي ببرنامج ما يغلى عليك.